الطريق إلى شرم الشيخ ده شعار منتدى البيئة والتنمية 2022 اللي بينظمه المجلس العربي للمياه وبيشارك فيه خبراء متخصصين من 30 دولة. الحقيقة إن المنتدى ده جاي في وقت ظهرت فيه بوضوح أهمية التحرك دولياً وإقليمياً ومحلياً لوقف التغيرات المناخية وأثرها وأهمية التكاتف في أزمة الغذاء وأزمة الماء. خلينا نتعرف أكتر عن هذا المنتدى. الدكتور خالد أبو زيد رئيس اللجنة التحضيرية لمنتدى البيئة والتنمية معنا على الهاتف مباشرة. صباح الخير يا فندم. نور، صباح النور يا فندم. أهلا بحضرتك. كل مشاهدين حضرتك. أهلا بحضرتك يا فندم. في البداية خلينا يعني نتعرف أكتر، ما هو منتدى البيئة والتنمية؟ ما هي أهم الموضوعات والمحاور اللي هتناقشوها فيه؟ وإزاي أنت بتشارك في التحضير لكوب 27؟ الحقيقة منتدى البيئة والتنمية هو أول نسخة في سلسلة من منتديات ستبدأ حول البيئة والتنمية بصفة عامة، وكل نسخة ستكون لها يعني عنوان رئيسي حسب الأهمية في ذات الوقت. فطبعا كلنا عارفين أن المؤتمر الأطراف اتفاقية تغير المناخ هيكون في مصر الكوب 27 في نوفمبر القادم، فارتئينا أن يكون موضوع هذا المنتدى هو الطريق إلى شرم الشيخ كوب 27. الحقيقة زي ما حضراتكم عارفين أن التغيرات المناخية بتؤثر على قطاعات عديدة، وده كان نقطة اختيار للمحاور المختلفة لهذا المنتدى لهذا العام. التغيرات المناخية وتأثيرها على الموارد المائية ده محور رئيسي، التغيرات المناخية وتأثيرها على التنوع البيولوجي وعلى المحيطات، التأثير على الزراعة والأمن الغذائي، التأثير على الطاقة والتأثر بالطاقة، أيضا النقل والنقل المستدام والأمور المتعلقة بالمدن المستدامة والنمو المستدام، كل هذه المحاور. زائد أيضا محور آخر هو محور تقاطعي مع قطاعات عديدة زي الصناعة زي إدارة المخلفات، كل هذه بتؤثر وتتأثر بالتغيرات المناخية. هناك تحديات كثيرة في كل هذه المجالات، وهناك فرص أيضا للتكيف مع التغيرات المناخية وللتخفيف من أثار التغيرات المناخية، وده اللي بيناقشه المنتدى خلال 3 أيام. وعلى هامش هذا المنتدى هناك معرض أيضا للتكنولوجيات والابتكارات والمشروعات المتعلقة بالتغيرات المناخية والتكيف معها والتخفيف من أثرها. أيضا هناك 5 جوائز سيتم توزيعها اليوم للفائزين في مجالات متعلقة بالبيئة والتنمية وأيضا التكيف والتخفيف من أثار التغيرات المناخية. طيب دكتور، يمكن حضرتك زي ما تحدثت أنه من القطاعات اللي تتأثر بأزمة التغيرات المناخية هو الغذاء، عايز أعرف من حضرتك يعني بما أن هذه الأزمة حاليا بتفرض نفسها، عايز أعرف من حضرتك إيه الحلول المطروحة حتى الآن؟ الحقيقة حضرتك يعني بتتكلمي على محور جلسته ستبدأ الآن في المنتدى، وأنا هناك يعني خرجت من الجلسة عشان أتكلم وأتحدث مع حضراتكم. محور الزراعة والأمن الغذائي. التغيرات المناخية بما فيها من زيادة درجات الحرارة المؤثرة على هذه التغيرات الحقيقة بتأثر على الغذاء بتاعنا، لأنها بتؤثر على الاحتياجات المائية المطلوبة للزراعة. فبالتالي عندما تأتي نوبات حرارة عالية نجد أن المحصول بيتأثر وبيؤثر على الإنتاج الزراعي والإنتاج الغذائي، فبالتالي ممكن محاصيل في أحد المواسم يضرب ويتأثر والإنتاج المتوقع ما يحدثش. أيضا يعني من ناحية الحرارة ونوبات الحرارة ونوبات البرودة، أيضا التغيرات المناخية تأتي بنوبات حادة في درجات الحرارة، نجد أيام فيها درجات حرارة عالية جدا عن المتوسط وعالية عن أقصى درجة حرارة وصل لها درجة الحرارة في هذا المكان، وأيضا نوبات البرودة كمان بتأثر على المحاصيل. ده من ناحية الحرارة. من ناحية المياه بقى بتأثر زيادة درجات الحرارة على زيادة الاحتياجات المائية، فلو قلت الموارد المائية المتوقعة
متاحة للزراعة، ده بدوره هيأثر على الإنتاج الغذائي أيضا. إيه هي الحلول؟ الحلول بقى تأتي في استنباط نباتات ومحاصيل جديدة تتحمل الحرارة الشديدة، تتحمل البرودة الشديدة، وتتحمل نقص المياه، وتتحمل ملوحة المياه أيضا نتيجة نقص. وكل هذه الأمور ربما يعني مطروحة يعني على أجندة وزارة الزراعة حتى مشروع الصوب وخلافه. ولكن خلينا نتكلم اقتصاديا بلغة الأرقام، أتكلم عن الفاتورة يا فندم. الوضع عربيا وإفريقيا أصبح مؤكد وظاهر للعيان إن إحنا بندفع فاتورة الغير. هل باعتقادك مصر هتقدر يعني تضع الدول الصناعية الكبرى في إن هي بالفعل وهي على أرض أفريقيا هذه الدول وهي حضرة مؤتمر كوب 27 تدفع فاتورة ده؟ لأن إحنا شفنا إن هم يعني تنصلوا من وعودهم في نسخة اسكتلندا والنسخة اللي قبلها. هل هنقدر بالفعل نحطهم أمام هذا الأمر الواقع ويبقى فيه بالفعل مواجهة حقيقية ويقدروا فعلا يتحملوا هم كسبوا كتير من الصناعة لكن لوثوا البيئة، هل هيقدروا يدفعوا الفاتورة دي للقارة الإفريقية؟ والله احنا طبعا بنأمل في ذلك، والزخم الموجود حاليا قبل الكوب وأثناء الكوب نأمل في ان هو يؤثر في ذلك. احنا بنتكلم على المنتدى النهاردة بيحضروا حوالي 600 واحد من جميع أنحاء الدول المشاركة في هذا المنتدى، بيتعرض كل المشاكل اللي بتعاني منها سواء مصر أو سواء الدول العربية، وأيضا بيعرض الحلول المطلوبة وبتعرض الفواتير المتعلقة بها والمرتبطة كل هذه التحديات. مش بتكلم على فاتورة اقتصادية أو فاتورة مادية فقط، لا، احنا بنتكلم على فاتورة مائية بقى. يعني احنا اليوم سيعرض تقرير الوضع المائي في الدول العربية، اللي بيوضح ان الدول العربية في 2015 مثلا كانت بتستورد ما يسمى بالمياه الافتراضية في غذائها حوالي 290 مليار متر مكعب من المياه، لأن الموارد المائية في الدول العربية شحيحة، فبالتالي لا يمكن أن تنتج غذائها، فبتستورد غذائها من الخارج. هذه المنتجات الغذائية فيها مياه افتراضية استخدمت في إنتاجها حوالي 290 مليار متر مكعب في 2015. في 2020 بقى الرقم ده زاد لحوالي 335 مليار متر مكعب من المياه الافتراضية. احنا بنتكلم على مع زيادة عدد السكان وزيادة الاحتياجات المائية، زيادة الحاجة للغذاء، زيادة الفاتورة المادية طبعا، والفاتورة المائية كمان اللي هي مرتبطة بهذا. فلو بنتكلم على مستوى العالم ككل، هناك تحدي كبير في الانتاج الغذائي على مستوى العالم، لأن في أوقات ممكن بقى هذا الغذاء كمان لا يمكن استيراده. طيب دكتور، الحقيقه يمكن زي ما كنا بنتكلم انه يمكن ازمه تغير المناخ الحقيقه بتؤثر بالسلب على العديد من القطاعات والقطاعات الحيويه زي ما اتكلمنا، ان كان ازمه الزراعه وبالتالي ازمه الغذاء وما الى ذلك. عايز اعرف من حضرتك ابرز التوصيات اللي تم الحديث عنها خلال جلسات المنتدى امس، ايه المنتظر كمان بكره وبعده؟ طبعا هو حتى الان جلسات الموارد المائيه كانت بالامس، وجلسه التنوع البيولوجي والمحيطات كانت بالامس، والان جلسه الزراعه والامن الغذائي. يعني من اهم التوصيات هو فرص التكيف مع التغيرات المناخيه. يعني مثلا لو خدنا الموارد المائيه على سبيل المثال، احنا بنتكلم احنا لازم الدول تعمل جديا في مواضيع اعاده استخدام المياه ومعالجه المياه واعاده استخدامها، مشروعات التحليه لإيجاد موارد مائية إضافية، مشروعات ترشيد استهلاك المياه حتى ننتج أكثر بمياه أقل. النهاردة في مشروعات يعني كبيرة، مشروع مثلا محطة بحر البقر، أكبر محطة على مستوى العالم في مصر في معالجة وإعادة استخدام المياه. ده مثال لكيف يمكن لدولة أن تستثمر في مشروعات للتكيف مع التغيرات، وهذا مشروع للتكيف مع التغيرات المناخيه لانه بيتيح موارد مائيه اضافيه ممكن توجه للزراعه فيكون لها اثر جيد في تحقيق الامن الغذائي. فمشروعات مثل هذه المشروعات وهذه الفرص مهمه جدا ان احنا
نطور التكنولوجيات فيها حتى تقل تكلفتها. احنا بنتكلم دلوقتي مثلا هيعرض غدا موضوع الطاقه، الطاقه المتجدده والطاقه الشمسيه. النهارده الخلايا الضوئيه لتوليد الطاقه الشمسيه تكلفتها قلت كتير جدا بسبب تطور التكنولوجيا السريع. فاحنا عايزين برضو نفس هذه التطورات في التكنولوجيا تصل الى معالجة المياه بالنانو تكنولوجي وتحلية المياه بالنانو تكنولوجي وخلافه، كل ده أكيد التكلفة هتقل والإنتاجية هتزيد. على أي حال يعني إحنا بننتظر يعني جهد كبير من حضراتكم، بنعول عليك والله يا دكتور، وبنعول أيضا على مؤتمر المناخ إن هو يعني يكون التغيير جاي من مصر. العالم كله أنظاره بتتجه لشرم الشيخ، وإن شاء الله إن شاء الله يكون في حلول جذرية، مش بس حلول تمويلية، حلول أيضا خضراء وحلول اقتصادية لعدد كبير جدا من قضايا المناخ. بنشكرك الدكتور خالد أبو زيد رئيس اللجنة التحضيرية لمنتدى البيئة والتنمية، شكرا جزيلا لحضرتك يا فندم.